الله وبركاته، خير الكلام هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أهم حاجة ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. في تحت مربع أحمر كده مكتوب عليه اشتراك، يا ريت تشتركي بسرعة علشان ينزلك كل فيديو بنزله. كمان ما تنسيش تعملي لايك علشان الفيديو يترفع. أول حاجة النهاردة هنعمل عصير البرتقال بطريقة ما تمررش منك خالص زي ما انتوا شايفين، والحاجات اللي فيه دي الفيتامينات والمعادن والحاجات اللي فيه والألياف، بطريقة جميلة جدا وروعة جدا غير الطريقة اللي فاتت. الطريقة اللي فاتت جميلة جدا برضو، بس انا حبيت اعملها بطريقة مش هتمرر منك ابدا ولا اي حاجة. انا هعمل في الفيديو ده النهاردة طريقتين مختلفين عن بعض. اول حاجة الطريقة الاولى وهي الطريقة العادية اللي احنا كلنا عارفينها، هنقشر البرتقال بطريقة عادية خالص ونكيسه مع بعض في اكياس التلاجة العادية ونطلعها في الفريزر ونعصرها بمية وسكر، ودي الطريقة اللي بتمرر سواء نحط لها جزر او لأ، دي الطريقة اللي بتمرر مننا، بس برضو هنعملها معاكم كنوع من انواع ان احنا بنعمل كل الحاجات او كل المعروف يعني هنعمله معاكم. وهنقشر البرتقال كده، انا هقشر ان شاء الله كل البرتقال، بس انا مش هشيل الحاجات البيضة كلها غير الحاجات الصفرة بس، مش هشيل الالياف كلها علشان دي الياف وفيتامينات. انا هقشر بقى كل البرتقال كله وهرجع لكم تاني، بس عايزة اقول حاجة، احنا عملنا دلوقتي او هنعمل طريقتين النهاردة، في طريقة في الفيديو اللي فات اللي هي طريقة الغلي، طبعا زي هنوه تاني برضو كل العصر وحش لأي فاكهة الفريش احسن حاجة. انا عندي البرتقال مش متساوي، في صغير زي ده وفي كبيرة زي دي برتقال، في منه اللي هو البرتقال البلدي، في منه اللي هو لونه احمر شوية بدمه، وفي منه اللي هو البلدي العادي، بس الاثنين بلدي ولونه جميل جدا زي ما انت شفتوا في اول الفيديو. المهم دي هيبقى بالفيديو ده ثلاث طرق العصير البرتقال، لكن في طريقة منتشرة جدا جدا على الفيسبوك وتويتر هنجربها مع بعض ان شاء الله في بث مباشر وبنشوف هي حلوة ولا لا. انا قشرت كل البرتقال اهو، ممكن اكيسها سليمة ممكن اقطعها نصين او اربع تربع براحتك خالص. الطريقة الثانية واللي مش هتمرر مننا هي بالعصارة اليدوية العادية خالص. هناخد كده البرتقالة ونقسمها من النص، نقسمها اتنين كده زي الليمون بالظبط اهو، ونبدأ نعصر فيها. العصارة جميلة جدا، حتى لو انت عندك عصارة بالكهرباء تمام، لكن اليدوية مش مفيش فيها اي مشكلة وجميلة جدا، بتصفيه وبتطلع كل حاجة، وياريت تضغطي كده علشان كل حاجة العصير ينزل. على فكرة البرتقال مليان مية جدا وبهدلني جدا جدا في العصير كان سريع، اما بهدلني جدا جدا في التقشير. ولكن انا حبيت اعمل معاكم الطريقتين، بس الطريقة دي مش هتمرر معاكي ابدا مهما حطيتيها في الفريزر او مهما حطيتيها في التلاجة. ممكن تكيسيه كده، بس انا مش هكيسه النهاردة لان دول هنعملهم هشربهم يعني الشرب النهاردة، شرب عصير. اما لو انت عايزة تكيسيهم ممكن تكيسيهم كده بعد ما تعصريهم من غير تصفية ومن غير اي حاجة. هتقولي لي الحاجات اللي فيه والفيتامينات اللي احنا شفناها في اول الفيديو دي هتمرر البرتقال؟ هقولك لا ابدا، ممكن تقطعي فيه قطع فاكهة بيبقى روعة، عامل زي المشمشية بالظبط او بديل المانجا مثلا بتاعت المشمشية او المية بتاعت المشمشية، طعم روعة. انا كده خلصت كل البرتقال، بجيب معلقة صغيرة كده وبعمله بنزل يعني الحاجات دي، وممكن تشيليها وتحطيها في مصفى، هتنزلك بتاع ربع كوباية عصير برتقال، ده برضو مركز زي المرة اللي فاتت، بل وانه احلى من المرة اللي فاتت بتاع تفريز البرتقال، ولكن المرة فاتت كان بصراحة جميل جدا، ولكن دي اسرع، انا بقول دي اسرع. هعملها كده بقى، وممكن اعملها كمان بالمصفى، انا الصراحة كمان عملتهم بالمصفى بعد ما عملت دي، ولكن لتقصير الوقت يعني انا خلاص كده كفاية. هشيلها كده ونشوف طلع لنا قد ايه من كمية عصير برتقال، من حوالي عملنا اربع او خمس برتقالات، وفي كمان شوية انا كبيتهم في طبق، دلقتهم في طبق علشان كانوا كتير شوية وكانت العصارة هتقع. عيب العصارة دي ان هي مش طويلة، مش شفشق طويل، مش بياخد كمية كبيرة، فهو ده العيب اللي فيها. انا شلت الحاجات اللي موجودة فوق المكان اللي العصر ده اللي هي التفلة او زي ما بقوله، فشلتها كده وهاخد دول وهصب في طبق. انا عصرت ليمونة هنا، هنبدأ بقى ان احنا نعمل له الشرب مع بعض. انا كاتبالكوا ان انا
عصرت ليمونة على العصير علشان بيديله طعم جميل جدا، مش هيمرر منك ابدا وصدقيني، واعملي كمية صغيرة ودوقي وجربي. انا جبت شفشق فيه مية، وبعدين هحط فيه عصير البرتقال وهعصر ليمونة وهحط سكر بس. قطعي بقى فيه ممكن تفاح، ممكن موز، اي حاجة انت عايزاها براحتك، كله شغال وكله تمام. حطيت سكر اهو مش كتير، حطيت 3 معالق سكر بس، وكنت حاطه في الشفشة حوالي 4 كوبايات من الميه، وكمان العصير البرتقال دول عمل لي 2 كوباية من عصير البرتقال المركز. جبت كاسين بقى كده ونصبهم مع بعض معاكم اهو. بشوفتوا الحاجات اللي على جدار الكاس كده؟ دي الفيتامينات والالياف والحاجات اللي هي بتطلع في التصفيه، احنا مش هنصفيها، وبالتالي الطريقه دي احلى طريقه. عايزه تشربيه فريش من غير ما تضيفي ميه براحتك خالص، كل شيء متاح. الحاجات الالياف والفيتامينات اللي ماشيه فيه دي ما صفيناهاش، مش هتمرر منك ابدا ابدا. انا عملت العصير ده مره قبل كده، قبل المره دي، وقعد حوالي، كنت عامله كميه كبيره، قعد حوالي 3 ايام في التلاجة، بيبقى سائح كده وجميل جدا وطعمه جميل. حطينا كده بقى شريحه برتقال كده لزوم بقى التقديم والكلام ده. انا طفيت الفلاشه عشان شوفوا اللون الحقيقي، شوفوا اللون عامل ازاي، والله العظيم تحفه، جميل جدا. يا ريت تجربوها، واهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. شفتوا الالياف والحاجات اللي انا بوريها لكم اهو، بتخليه تقيل كده مش ميه خالص، وطعمه جميل جدا. عايزه تشربيه فريش اشربيه، عايزه تقلليه بميه براحتك، قدامك الطريقتين. اما الباقي بقى، على فكره لسه في كمان في الكوبايه يجي، او في الشفشة اللي كنت عامل فيه الكاسين. اما الباقي بقى كيسته، في حاجات قطعتها 4 ارباع انصاص، في حاجات سبتها كده كده اصلا. انا لما اجي اعصره مره تانية بعينه في بفكه الاول، مش بعمله في الخلاط متلج عشان الخلاط مش بيعمل متلج. وكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم، وان شاء الله ما تنسوش هنعمل بث مباشر بالبرتقال المشهور.